مرحلة ذات وتكوين. هذه المرحلة أبغى فعلا يعني أسمع من أبو أنس أحمد التميمي تلك القصص اللي في ذات تكوين، اللي قصص اللي كانت صعبة بالنسبة لك، ممكن الفشل قبل النجاح. ففي ذات تكوين، الذات اللي كونت أحمد التميمي، ببدأ معك وأرجع للمرحلة اللي كانت تسبق، اللي تركت المدرسة فيها في الصف الخامس بالبداية، فتحت بسطة. وش كنت تبيع فيها بالضبط؟ هل كانت عندك التوجه اللي تبيع في البسطة في شيء معين في بالك؟ لا أبدا، كأي بسطة يعني، حلويات وما حلويات، الحارة، آيس كريم، بسيطة جدا يعني، ما بس إنه مثل ما قلت لك إنه في دعم من الوالد. لكن هذا اختيارك للحلويات، ليش أنا سألتك على البسطة؟ اختيارك للحلويات كأنه عندك فكر فعلا في انتقاء الحلويات، يعني كأنك أنت أحب الحلويات، تحب الحلويات فعلا من الصغر إلى الآن. وأنا بيسكر بس إلى الآن أجلس أخليها. الحين في شيء يسمونه دراسات التارجت كاستمر، صح ولا لا؟ صحيح. هذا من ضمن الدراسات اللي بدأت معك من طفولتك ما شاء الله. يمكن عفوية جت ما هذا، بس إنها مثل ما قلت لك إنها كان وش المتاح لي هالشيء هذا بالبيت. نعم. إنه قريب وإنه والحار كله وعيال الحار وذا، كانت هي اللي متاحة لي، هي تقريبا أول تجربة. الفصفص بعده ضرب لأنه ما كان منتشر، ما يجينا القصيم. الفصفص المصري أول ما طلع وكان هبة، فكان أجيب الخيش الكبيرة قسمة ما تقعد عندي أسبوع، فكان في مبالغ تدخلي يعني، يمكن هذا اللي خلاني أطمع وأستمر بالتجارة. وأنت ما شاء الله مبدع في البسطة وتفتح البسطات في هذا، لكن في الجهة الثانية في المدرسة بدأت تأخذ دوائر حمراء، ها؟ مرة. وتعيد السنوات بالحيل، ما كلفتك البسطة كثير بالحيل. إيه بس إنه يعني شيء وشيء يعني، لا تصير طماع بالحيل بالدراسة وهذه. الحمد لله يعني كانت يعني الحمد لله إنه في شيء يغطي على الدراسة، الحمد لله.